بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الاعزاء تسمعوني اذا بدون مكبر اذا احكي هيجي لانه هو الافضل بال راح استخدمه. طلابنا الاعزاء اليوم عندنا ماده مهمه وهي الاول سيراميك كرام اور كومبليت سيراميك كرام ذا موست استيتيكلي بليزنج fixed restoration because there is no metal understructure to block light transmission. It can resemble natural tooth in terms of color and translucency than can any other restoration. Since it made entirely from ceramic substance, it is the weakest type of crown restoration, more susceptible to fracture. طبعا احنا اذا نحكي بيسك هذا الكلام ربما مع تقدم الماتيريال تزيد السترينث، لكن هذه كبيسك احنا نعتبره ويك لانه ماكو ميتال اندر ستراكشر. قلنا هذه مور سبسبتبل تو فراكشر. It isn't conservative type of crown. Most of time it is used as single restoration on upper or lower incisor. طبعا يجوز تلاقون في الكونتروفيرزي بتوين اور ليكتشر، يعني محاضره تشوفون انه هذا الكرون هو كونزرفاتيف، ومحاضره اخرى هسه بالمقدمه نقول ات ازنت كونزرفاتيف. ليش؟ احنا بدنا نحكي بيسك. كبيسك احنا عندنا 3 كوارتر كرون او 7 8 كرون ما راح ناخذ من التوث كله، فمقارنه بهم هذا يعتبر بدنا ناخذ من السن اكثر، لكن حقيقة هو هذا النوع المناسب كلينيكالي. الادفانتجز superior aesthetic, good tissue response even for subgingival margin, slightly more conservative of facial wall. شوفوا من هسه لنشوف اكو في الكونتروفيرزي، بس اذا تركز بيها هي لا كل نقطة في محلها. فهذه المفروض يراد لها فهم قبل ما يكون حفظ. بس هذه النقطة مهمة. الجود تيشو ريسبونس، لهذا احنا نستخدم هذا الماتيريال بالليبيال فينير ومنحتاج سبجنجافال مارجن واستخداماتها كثيره بناء على هذا الادفانتج. الديس ادفانتج ريديوس سترينث كومبيرد تو ميتال سيراميك ريستوريشن اور بورسلين فيوز تو ميتال كراون. هذه المختصرات اللي سالتوني عنها. بروبر بريباريشن اكستريملي كريتيكال، شوية صعبة. Among the least conservative preparation لأنه ناخذ من all surfaces of the tooth. Brittle nature of the material. هذا قلنا الماتيريال مالتها، لكن مع تقدم الوقت هي تزيد ال strength وتتحسن ال physical property مال السيراميك. النقطة الأخيرة can be used as single restoration only. هذه تعتبر disadvantage. يعني بال long span bridge بعض الأحيان ما نقدر نستخدمه. الانديكيشنز شوكت نستخدم الاول سيراميك كراون، من نحتاج هاي استيتيك ريكويرمنت، كونسيدرابل بروكسيمال كاريز، اندودونتيكلي تريتد تيث وذ بوست اند فور، انسايزال ايج ريزونبلي انتاكت، فافورابل ديستريبيوشن اوف اوكلوزال لود. هذه الانديكيشن. الان شنو الكونترا انديكيشن مال الأول سيراميك كراون؟ when superior strength required and porcelain fused to metal more appropriate, thin teeth facial lingually. هذه لما يجينا هيج حالة فهذا يعتبر يعني ما نفضله. unfavorable distribution of occlusal load. شنو معناها؟ يعني بعض الأحيان أكو عندي discrepancy بالأوكلوجن أو مال مال بوست توث او مال اوكلوجن، فمن يصير اوكلوجن على السن نفسه اللي اريد اشتغله، فما نفضل ان يكون اون سيراميك كراون ويصير اللود كله عليه. Insufficient coronal tooth structure for support, very short teeth, H to H occlusion لنفس السبب، وبروكسيزم ايضا لنفس السبب، لان طبيعه الماده nature of material. هسه tooth preparation for porcelain all ceramic crown or porcelain jacket crown، هذه تسمية أخرى. Recommended dimension بصورة عامة احنا الدايمنشن مال الكرام مالتنا all around 1 مليمتر
except the incisal edge 1.5 إلى 2 millimeter according to aesthetic and level of translucency I need. لكن هو ideally هي all surface 1 millimeter و 1.5 millimeter incisally. طبعا من ضمنها هذا 1 millimeter الفينيشنج لاين اللي هو shoulder. أما نوع الشولدر بعدين أحدده سواء شولدر أو راديال شولدر according to material I use. زين الآن عندنا ال preparation requirement. أكو special requirement for all ceramic restoration. أول نقطة the preparation must be as long as possible to give support to the porcelain. Short preparation that means stress concentration in lingual area and the fracture in this area. هذا طبعا تعليل ليش. النقطة الثانية a shoulder of uniform width 1 millimeter is used as a gingival finishing line to provide a flat seat to resist force directed from incisor. النقطة الثالثة incisor edge is a flat and should prepared with slight inclination toward the lingual for lower labial inclination. شنو معناها؟ معناها بالأفر أكو lingual inclination باللور labial inclination according to the inclination of incisor edge I manage. النقطة الرابعة all sharp angle of preparation should be slightly rounded to reduce the danger of fracture by point of stress concentration. النقطة الخامسة it should be avoided on teeth with edge to edge occlusal relation. النقطة السادسة والأخيرة the occlusion on all ceramic crown is critical for avoiding fracture. Centric contact are best confined to the middle third of the lingual surface. يعني يفضل الكونتاكت يكون بالميدل ثيرد اوف لينجوال سيرفيس. هاي احنا بدنا نحكي على الانتيريور. ستيبس ان بريباريشن prior to tooth reduction silicon index is constructed. كنا هذا تعليمي يعني ممكن احنا على ما نعرف ايش قد ناخذ من التوث نجي على احنا قلنا الخطوات اللي نشتغلها بالكراون always we begin with occlusal surface or incisal surface. احنا بما انه بدنا نشتغل all ceramic anterior فراح ابدي بالincisal reduction. Complete reduction of incisal edge should provide 1.5 mm to 2 mm of clearance for porcelain in all mandibular movement. This important to have cosmetically pleasant restoration with adequate strength. A flat end diamond bear is used على مدى طلع بي فينش كمان placed parallel to the incisal inclination. For posterior teeth 2 millimeter occlusal clearance is needed in all cusps. الآن depth orientation groove لح أبدي أول خطوة هي depth orientation groove 1.3 مليمتر. احنا مو قلنا 1.5 مليم ريدكشن، احنا نبدي ب 1.3 على مود ويل فينيشنج يصير 1.5. And depth are made on the incisor edge using flat end taper fissure pair parallel to the incisor inclination of prepared incisor edge. يعني الخطوه الاولى اللي هي الانسايزر ايدج، الانسايزر ريدكشن تكون الانكلينيشن within the incisor edge مو هي اللونج اكسس اوف ذا توث. The second stage يلا يصير within the long axis of the incisor. الآن what am I saying depth orientation groove? Any tooth structure between depth orientation groove should be removed using the same bear at the same angle. يعني يصير reduction 1.5. Incisor clearance then check incisoring and incisoric occlusion relation. أنا بدي أشوف الكليرانس مالتي بكل الحركات. ورا ما كملت الانسايزر ريدكشن أجي على الفيشال أور ليبيال ريدكشن اللي هي تو بلين ريدكشن. Because of the anatomy of tooth labially
it should be reduced in two plane corresponding to the geometric plane of the labial surface, gingival plane and incisal plane. طبعا هاي المحاضرة شوية بيها كم سطر مكرر عدد تمسكوا. الانسايزر plane هذه اكو اي ناقصة. There is three depth orientation group 1 millimeter are placed. The angle of this group should be parallel to the inclination of this area. Any tooth structure should be removed between them. بعدين نجي على الجنجيفال ريدكشن. Depth orientation group 1 millimeter are placed in gingival part of labial surface. اتفضلوا. Parallel to the long axis of the tooth. شوفوا هذا الخطوة الثانية within the long axis of the tooth. Any tooth structure between depth orientation should be removed using a flat end tapered fissure bear to create shoulder finishing line. الآن نجي على lingual reduction. ورما كملت الليبل أجي على lingual. As for porcelain fused to metal, but with deeper reduction, اللي هو 1 millimeter. نفس الـ principle أستخدم. نبدي بالـ singular area. Depth orientation group أخلي 0.8. على مدير الفينشينج يصير 1 millimeter. A small wheel diamond used, هسا نشوفها بالرسم. نسوي بيه reduction. Wheel inclination of the tooth. بعدين أبدي باللينجوال أكسيال ريدكشن. هذه مكررة هنا. اللينجوال أكسيال ريدكشن عملنا 0.8 مليمتر depth orientation groove. بعدين أوصل بيناتها فلاح أكون مكمل كل اللينجوال سيرفيس ومن ضمنه الشولدر فينيشينج لاين. هسه راح نشوفه بهذا الرسم. بالاخير ورا ما كملت هالثلاث اسطح اللي هي انسايزر ليبيال لينجوال اجي المرحله الاخيره هي البروكسيمال ريدكشن. Preparation of proximal surface is done in the same manner as in full metal crown preparation. يعني نفس الطريقه مجرد افتح الكونتاكت بعدين بنفس البير اكمل على الفينيشينج لاين والريدكشن والراوندينج. بالاخير سموثنينج اوف ذا بريبريشن فاينالي يو شود سموث ذا بريبريشن تو ريموف اني شارب انجل. التايب اوف فينيشينج لاين احنا قلنا التايب اوف فينيشينج لاين هو شولدر اور راديوس شولدر اول اراوند هاز بين ادفوكيتد اس جنجيفال فينيشينج لاين تو بي يوزد وذ بورسلين جاكيت كراون. The depth of contour of shoulder is 1 millimeter. هنا راح اكبر الرسم وراويكم بعض الخطوات من اليمين. شوفوا بالبداية الانسايزل ريدكشن ورا ما كملناها اجي على الليبيال ريدكشن. شوف البير تيبر فيشر وذ فلات اند على مود اطلع الشولدر. وكذلك انتقل لللينجوال سايد اللي هو تو ستيب لينجوال سايد. شوفوا هذا الويل اللي اسوي بيه الانسايزر بارت وبعدين التيبر فيشر اكمل الجنجيفال بارت على مود بنفسه اكمل الفينشينج لاين. بالاخير راح يكون البريبريشن مالتي بهالشكل او هذا الشكل الانجولي. يعني اول اراوند 1 مليمتر فقط الانسايزر ايج 1.5 مليمتر. الآن أكو موضوع ملحق بالأول سيراميك كراون. يعني إحنا هذا الأول سيراميك كراون كل الحكي هذا هو هذا بعدين أرويك 101. هذا الأول سيراميك كراون هذا سيراميك نفس هذه البربريشن أقدر أسويها with acrylic إذا أستخدم هذا الكراون as temporary crown or temporary bridge. نوبات للtemporary bridge أسوي two crown على مود أحافظ على البريبريشن مالتي الى ان اكمل. فالان عندنا هذا النوع اللي اسمه اكريليك جاكيت كراون. يعني هو نفس الاول سيراميك كراون ولكن الماتيريال تختلف اللي هي اكريليك. اكريليك جاكيت كراون is totally made from tooth colored acrylic resin.
يعني نفس الأكريليك مال البروستاتيك تقريبا. It can be near perfect in appearance when fitted, but later on discoloration, loss of contour take place. Poor adaptation is a great disadvantage of acrylic crown coefficient because coefficient of thermal expansion. Acrylic jacket crown is used in treatment of selected patients such as young patient for women. Other type of crown restoration, العفو, young patient for whom other type of crown restoration are planned but delay until complete eruption of too thick base. شو معناها؟ معناها استخدمك temporary crown إلى أن يصير complete eruption. أنا بدي أخسر السيراميك crown two times. Most of time acrylic jacket crown is used as temporary crown restoration. The preparation of tooth is basically the same as porcelain jacket crown. معناها نفس النقاط هذا ما نحتاج نعيدها. شنو هي disadvantage of acrylic jacket crown؟ يعني خليكم وياي. اولا poor marginal fitness لانه هو acrylic. Poor tissue response اكيد لانه هو acrylic مو مثل السيراميك. Discoloration with time loss of contour or wear easily. فهذه هي disadvantage مالته وهذه كل ما يتعلق بال all ceramic restoration or crown. اليوم راح نسوي demonstration عن all ceramic restoration. الخطوة الأولى هو ال incisor reduction. راح نسوي طبعا قصة ال width مال البير من نص 1 مليم. راح نسوي notch بال incisor reduction على 3 notch على 1 مليم. طبعاً القياسات من الأول سيراميك ريستوريشن هي 1 مليمتر all around بس الانسازر ايج الصيف 1.5 مليمتر. فأنا يسوي نوتش 1 مليم وبالشغل والفينيشنج أوصلها إلى 1.5. بس هذه تقريباً الانسازر ايج كملتها. أحاول ما أوصل للسن المجاور الأجيسنتوس. بس أجي الخطوة الأخرى الفيشل سيرفيس ريدكشن. هذا بي تو كليم الانسايدر كليم اللي هو هذا الثري ليفت اورينتيشن جروف اسويه. شوف شلون مقطع وبهور ايدي. والجنجر كليم اللي هو هذا تو ليفت اورينتيشن جروف اسويه. فلحد يقول ريدكشن اول شيء اوصل بتوين الانسايدر ايج جروف وصلها إلى الميجر والديستال سيرفس. من أوصل دي مفهوم معناها أخذت 1 مليمتر ريدكشن. إذا صعد إلى جولاريتي أتركها وهي الفينشنج أعدل بيها. بعدين أجي أوصل بتوين 2 انسايزر بلين 2 انسايزر differentiation group that also dimension. شوف الانسايدر وذن ذنون ده كان شغلائي شوية بيها inclination. ليش على مود أسويها وذن ده anatomy of the tooth. وهذا اللي يسموه planar rejection. بس الآن لحدي بالlingual surface. Lingual surface be two step. الجنجيرال ستيب اللي هي السنجلم هاي راح اسوي لها تو ديبت اورينتيشن جروب واوصل بيناتهم. طبعا الفينشنج لاين اول اراوند هو شولدر راح اسوي لهذا. انذر ستيب اللي هو اللينجوال فوسيت راح ارجل البير احتاج لها بير اما الآن أرجع أخلي البير الأصلي اللي أنا
sorry, be all around the tooth اللي هو تيبر فيشر بير رونيش. راح اكمل الجنجايفر هسا تقريبا كملت اللينجوال سيرفيس. راح اجي على الميجر اند ديستال سيرفيس اوصل بين فيشر اند لينجوال بدون ما اطخ هذه نقطة مهمة لازم بلازمة واحدة أسوي شولدر أول أراوند حتى لأنه يحتاج بالسيراميك إنه نحتاج إنه يستند على شولدر فينيشينج لاين فور سترينج أند ستراكشرال ديورابيلتي. شوف شلون شوية أعمق صار من الأنواع السابقة. إحنا كنا نشتغل شامبر أو نايت إيد. هالمرة لأنه هو أوتيراني أحتاج شولدر أو دبل شولدر أو يعني أي نوع من أنواع الشولدر. لكن أنا سويت الشولدر الكلاسيك العادي اللي هو 90 ديجري بنفس الوقت. يعني هذا الفينيشينج والسموثينج أكمله. هذا البروبريشن اللي بالأخير راح يطلع. فالاختلاف الوحيد اللي صار عن المحاضرة انه اللينجوال سيرفس انا بديت الجنجايفل قبل الانسايزل على مود اختصار للوقت لا ابدل بير. بس الخطوة الصحيحة انه تبدي جنجايفل انسايزل ثم جنجايفل. اذا كان عندك ويل فور ريدكشن تسوي الانسايزل منطقة الانسايزل بي. اذا ماكو فهذا الاوفل ممكن يقوم مقامه. فهذا بالنسبة للأول سيراميك ريستوريشن. هذا يعني